قبل قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قادما من تونس الشقيقة التي أدى لها زيارة دولة تلبية لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد. حيث كان في استقبال السيد الرئيس بمطار هواري بومدين الدولية الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. هذا وكان رئيس الجمهورية قد أنهى زيارته إلى تونس مساء اليوم، وكان في توديعه بمطار قرطاج الدولي رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد. رئيس الجمهورية حيا مودعيه من كبار المسؤولين في تونس. ليستمع بعد ذلك السيد الرئيس رفقة نظيره التونسي إلى النشيد الوطني لكلا البلدين. بعد ذلك استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس الرئاسي التونسي أدت لهما التحية الشرفية. وهذا قبل أن يصافح السيد الرئيس ويودع رئيس جمهورية تونس الشقيقة.
هذا وتوجت زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى شقيقة تونس بدعوة من نظيره التونسي السيد قيس سعيد، وهي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية. توجت بتبني إعلان قرطاج الذي أكد أن المحادثات الهامة التي أجراها الرئيسان رسخت التوافق التام في تقدير مستوى علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والرغبة المشتركة في الارتقاء بها في كافة المجالات إلى أعلى المراتب وفتح آفاق أوسع وأرحب. بيان قرطاج أبرز أن الرئيسين اتفقا على ضرورة تبني مقاربة مختلفة عن الأطر التقليدية للتعاون من أجل وضع أسس جديدة للشراكة بين البلدين نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، حيث أشاد الرئيسان في هذا الصدد بتعزيز الإطار القانوني عبر التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات من شأنها توسيع مجالات التعاون والشراكة وتوطيدها. واعتبارا للدروس المستخلصة من التجارب السابقة وبالنظر إلى الإنجازات التي حققتها العلاقة بين بلدين، تداول الرئيسان في أهمية اعتماد نظرة طموحة نحو إرساء فضاء إقليمي جديد جامع ومندمج ومتكامل يقوم على القيم والمثل والمبادئ المشتركة ويوفر ردودا متسقة وناجعة للتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية وللأحداث ولكافة التطورات الراهنة والقادمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق أكد الرئيسان عزمهما على التشاور المتواصل على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لبلوغ الأهداف المنشودة واتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق هذه الأهداف السامية. وفي ختام الزيارة كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد التقى ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس، حيث استمع مطولا إلى انشغالاتهم. السيد الرئيس أكد إصداء تعليمات لجميع الممثليات الدبلوماسية بضرورة فتح خط أخضر للتواصل المباشر مع أفراد الجالية الوطنية، مبرزا أن الجزائر الجديدة بحاجة إلى جميع أبنائها. كان لابد من هذا اللقاء اللي نتوج به زيارة إلى شقيقة تونس، وأعلم أن رغم أنكم في بلدكم الثاني في دولة تونس الشقيقة، إلا أن شعور بالغربة موجود كذلك، ولذا نتمنى لكم إن شاء الله أن الإقامة تاعكم تكون بشكل اللي يخلينا نخليكم تتقاربوا مع الشعب التونسي ومع في أحضان الدولة التونسية، نظرا لما نسعى إليه جميعا احنا والدولة التونسية إلى تقارب أكثر لشعبينا الجزائري من جهة والتونسي من جهة، ونبني مع بعض مستقبل واحد لخلي الشعوب شعبين يندمجوا في بعضهم بعض ويعيشوا في رفاه وفي حرية كاملة في الوطن لهم فيه، وكذلك تكون لهم الحماية كافية من الدولة التونسية ومن الدولة الجزائرية. وأنا كنت سديت تعليمات للسادة السفراء كلهم أن في كل البلدان اللي فيهم جالية جزائرية قوية بتعداد قوي لابد من فتح قنوات تواصل مع بين السفارة والقنصليات والمواطنين، خط أخضر اللي يخلي المواطن الجزائري أينما كان أينما حل يكون في حالة ما يكون فيه تعسف إداري، في حالة ما يكون فيه تعسف ليؤدي ربما إلى حرمانه من حقوقه البسيطة يعني في الكمون، يتصل بالسفارة وكل سفارة
مفروض عليها أنها توظف العدد نتاع المحامين الكافي اللي هما يقوموا بالدفاع على الجالية الجزائرية نتاعنا. وكنت أقصد بها ليست الدول الشقيقة، ولكن أقصد بها الدول الأوروبية اللي في بعض الأحيان فيه نوع من التعسف بالنسبة للجالية نتاعنا. السيد الرئيس دعا الكفاءات الوطنية من أبناء الجالية الوطنية إلى الاندماج في الحركية التنموية بالجزائر. احنا الكفاءات طالبينها باش تندمج وتنسجم مع الشيء اللي راه صاير في الجزائر. فيه كفاءات سمعته مؤخرا الأستاذ حبة وغير حبة، يعني باب المشاركة ماشي إلا مفتوح، مطلوب. ولكن الأمور هذه باش تكون نصيبوا لها صيغة فعالة، أعتقد أن نتعرف نفسك بالنسبة للسفارة، بالنسبة للقنصلية، السفارات نتاعنا نطالب منهم باش يخرجوا من الشغل التقليدي. احنا تعرف دخلنا في إصلاحات عميقة جدا، يعني اللي ما كانش ليس أنا الجامعات أعطيتهم الحرية المطلقة، ما بقاش وزارة تتحكم في الجامعة كأنها مدرسة ابتدائية ولا ثانوية. مدرسة كل جامعة حرة في التبادلات نتاعها، في التوظيف نتاعها، في توسيعها، في التكفل بمشاريع فعالة اقتصادية كمكتب دراسات كهذه كهذه كهذه. إذن هذه كل يفتح المجال لكل العلماء نتاعنا في الخارج وفي الداخل، واللي قادر يشارك مرحبا به. يعني شوف انت وين تشوف روحك قادر تشارك، تمشي للسفارة قال انا قادر نشارك، السفارة تبلغ الوزير، الوزير يبلغ الزميل تاعو المختص، وان شاء الله احنا هذا الشيء اللي طالبينه. بالنسبة للجالية تاعنا في اوروبا طالبين باش تكون المشاركة فعالة كذلك، حتى اللي قادر يتفق مع جامعة من الجامعات يخلصوا له التذاكر تاعو تاع السفر ويمشي يعطي اسبوع دروس ويرجع والى اخره وتبادل. وفي معرض رده عن سؤال حول غلق الحدود البرية مع شقيقة تونس، اكد رئيس الجمهورية ان المسألة تتعلق بالوضعية الصحية لا غير. بالنسبة لغلق الحدود ماهيش لا قرار سياسي ولا قرار امني ولا قرار صحي، فقط صحي. انتم تعرفوا ان الجائحة هذه كانت قوية عندنا وقوية في تونس. تونس خدات احتياطاتها باش ما تكونش العدوى، وحنا كذلك خدينا احتياطاتنا، ولكن بقدر ما نلقح الجزائريات والجزائريين بقدر ما الحدود تفتح حتى 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 مشكل. حتى لكان لازم نزيدوا طائرة في الأسبوع، تصبح طائرتين ولا ثلاث طائرات في الأسبوع، والطريق الحقيقة الطريق تفتح. احنا ماذا بينا نمروا مع مثل ما يقال باس سانيتير، اللي يدير التلقيح نتاعه هو حر، يدخلوا متى ما بغى ويخرجوا متى ما بغى، ما فيش قرار تاع غلق من دوله لدوله. وقلت لك احتياطات صحيه خذيناها بريه جويه بحريه، رانا بدينا نفتحوا، فتحنا الاجواء، فتحنا السفر عن البحار كذلك بالنسبة لإسبانيا، بالنسبة لفرنسا، بالنسبة للطريق نفس الشيء نفس الشيء. إلا أن في الظرف هذا نشوفوا دول عظمى أوروبية تحافظ على نفسها وتغلق ثاني هي حدودها وتغلق، قداش عاطفيا نفتح ونصبح في كارثة. وعقب هذا اللقاء تبادل السيد رئيس الجمهورية أطراف الحديث مع أفراد من الجالية الوطنية المقيمة بتونس. وبروضة الشهداء بمنطقة السيجومي ترحم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الشهداء الشقيقة تونس. السيد رئيس الجمهورية وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني لكلا البلدين
وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري قبل قراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة. الجمهورية وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني لكلا البلدين وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري قبل قراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة. الفاتحة. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، اللهم وأنزل عليهم الرأفة والرحمة والفسحة والبشرة والسرور بحرمة القرآن العظيم والنبي الكريم وبأنوار وأسرار سر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النشيد الوطني التونسي. Thank you.
الجمهورية كان مرفوقا بوزير الدفاع التونسي السيد عماد مميش. تقديرا وعرفانا لما يقدمه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من مجهودات لتحقيق الإقلاع التنموي والاستقرار، قلد الرئيس التونسي السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية القلادة الكبرى من الوسام الوطني للاستحقاق، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها رئيس الجمهورية التونسية على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تقديرا للجهود الدؤوبة التي يبذلها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تلبية لتطلعات الشعب الجزائري الشقيق وتحقيق آماله، المساهمة المتميزة لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون في مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين. وعملا بمجلة الأوسمة، قرر رئيس الجمهورية التونسية والنقيب الأكبر للأوسمة الوطنية تقليد سيادة الرئيس عبد المجيد تبون نادى الكبرى من الوسام الوطني للاستحقاق. وبالمناسبة أقام الرئيس التونسي قيس سعيد حفلا فنيا على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والوفد المرافق له، تضمن وصلات غنائية من تراث البلدين الشقيقين. الجزائر وتونس علاقات أخوية وتاريخية متجذرة، مصير مشترك ورؤى سياسية ومواقف متطابقة، علاقات تؤسس لشراكة استثنائية وبتوجه استراتيجي جديد، حيث جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس التونسي السيد قيس سعيد جدد عزم الجزائر على ترقية علاقات التعاون الثنائي لتشمل مجالات أكثر. من جهته أكد الرئيس التونسي أن العلاقات الثنائية مبنية على مبدأ التكامل، كما سجل الطرفان سجلا توافقا في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة وأبرزها الملف الليبي، وتعزيز الجهود للم شمل جميع الدول العربية. العائد من تونس أحمد أمين دريدي. ما ميز زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى تونس هو التوقيع على 27 اتفاقية للتعاون، وهو أكبر عدد من الاتفاقيات تم التوقيع عليه في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. الاتفاقيات اللي مضيناها وغير الاتفاقيات اللي مضيناها أننا نسير إن شاء الله في تكامل اقتصادي ليجعل الشعب التونسي الشقيق يعيش في رفاه، ونفس الشيء بالنسبة للشعب الجزائري. آفاق كبيرة جدا ونحن نسير معا
لصنع تاريخ جديد بعد قراءتنا النقدية لبعض الفترات التاريخية وللأسباب التي حفت بتلك الفترات حتى نتلافاها. والحمد لله رب العالمين أننا نقرأ هذا التاريخ قراءة واحدة ونستشرف المستقبل استشرافا موحدا، استشرافا يقوم على الاندماج ويقوم على التكامل. ولأن التوافق جار حول العديد من القضايا التي تهم الطرفين، فقد تم تجديد الالتزام بضرورة إيجاد حل ليبي ليبي للأزمة الليبية. اتفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم. ونتمنى لليبيا الشقيقة إن شاء الله أن تتخلص من المرتزقة وأن تتخلص من القوات الأجنبية وأن يعود الوئام بين الأشقاء والفرقاء الليبيين إن شاء الله. والثبات على الموقف الموحد على أن القضية للأسف الليبية تحولت إلى قضية دولية. ومن المؤسف حقا في بعض الأحيان أن يتم عقد الاجتماعات دون حضور الليبيين أنفسهم. القضية هي قضية الشعب الليبي الحر. الرئيسان تبون وسعيد وضعا النقاط على الحروف فيما يخص العديد من المسائل المشتركة، خاصة منها القضية العربية. معرفتنا ما يجري في العالم العربي يجعلنا نتفائل. ما فيش خلافات كبرى بين الدول العربية، فيش يعني ما عدا ربما عدم قبول سياسة تاع دولة داخلية من طرف دولة أخرى، ونحن نعتبر هذا تدخل شؤون الدول. نتمنى باش القمة في الجزائر ترجع الوئام، ترجع الوئام بين الأشقاء. وأنا قلتها وسبقت أن لما قلت أن القمة العربية في الجزائر تكون قمة جامعة ما تكرسش تفرقة، هو جواب على سؤالك. أتمنى إن شاء الله باش الدول العربية أدنى شيء أنهم يقبلوا بعضهم بعض، أدنى شيء. لازم كل العرب يتيقنون المقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولا واحد في مناعة من شيء لا يصير. أغلب الدول مبرمجة للتقسيم، إذن أقل شيء هو التكاتف والتآزر في بعضنا بعض. شكرا. التوافق ولا شيء غير التوافق، هكذا تميزت العلاقات التونسية الجزائرية منذ أمد بعيد. العهد اليوم يتجدد مع تونس من خلال إرادة قوية في بعث شراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، تونس. اليوم الأول من زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى الشقيقة تونس توج بالتوقيع على 27 اتفاقية تعاون في قطاعات حيوية. وقد أشرف على مراسم التوقيع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ونظيره التونسي السيد قيس سعيد. وليد ساري. نفس جديد ودفع قوي يبعث في علاقات التعاون والشراكة بين جارتين شقيقتين تونس والجزائر، محور يتعزز بترسانة اتفاقيات استراتيجية بلغت 27 اتفاقية تعاون في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ ومسار تمتين العلاقات والارتقاء بها إلى تلك الروابط السياسية المتميزة. قطاع العدالة تعزز باتفاقية تعاون بين تونس والجزائر، فيما تم توقيع اتفاقية ثنائية في مجال الصناعة وكذا الطاقة والمناجم. الزيارة توجت أيضا بتعاون بين قطاعات المؤسسات المصغرة والمتوسطة والمقاولاتية وكذا التجارة والصيد البحري والبيئة. وبغية الاستفادة من خبرات البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق، اتفاقيات عديدة أثمرتها الزيارة شملت قطاع الصحة، التربية، التكوين والتعليم المهنيين والشؤون الدينية.
وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلدين بمصير مشترك، اتفاقيات تعزز التنسيق والتشاور تجسدت في تقارب الرؤى وبإبرام توأم بين العديد من الولايات الحدودية ضمن اتفاقية تعاون لا مركزي. أواصر الأخوة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين التي لا طالما عكسها تراث ثقافي مشترك تجسدت في التوقيع على اتفاقية تعاون في قطاعي الثقافة والاتصال. هذا وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد استقبل بمقر إقامته بتونس رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التي أدت له زيارة مجاملة. وعقب الاستقبال أدلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بتصريح تالي: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون الذي يؤدي كما تعلمون زيارة دولية إلى تونس، تونس بلده الثاني، وذلك تكريسا لأواصر الأخوة وتجسيدا للعلاقات الممتازة القائمة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وكانت هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس، من حيث التوقيت حيث تأتي في فترة علينا جميعا أن نواصل التنسيق والتشاور حتى حول مجمل القضايا المطروحة، لا سيما وأن العالم يمر اليوم بعديد التحديات والصعوبات التي علينا جميعا الاستعداد لمجابهتها على جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وصحيا وعلميا واجتماعيا. وتحدثت اليوم مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على ما حققناه ثنائيا من إنجازات هامة خلال هذه الزيارة التي توجت كما تعلمون أيضا بالتوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة وبروتوكول تعاون شملت جل قطاعات ومجالات التعاون تقريبا، والتي ستؤسس لعلاقات نريدها أكثر رقيا وتلاؤما مع الاستحقاقات القائمة ومع طموحات قيادتينا وشعبين شقيقين وما تفرضه وتمليه علينا التحديات المشتركة المثلية. وتنطلق ونتطلع إلى استمرار التنسيق والتشاور بين قيادتينا في جميع المجالات والتركيز على بعض المسائل الملحة، ومن بينها تنمية المناطق الحدودية المشتركة مع شقيق الجزائر لجعلها ربوعا للنماء والرفاه وجسرا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا بنظرة تكاملية مشتركة. ولقد استمعت اليوم بكل اهتمام لتحاليل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون التي توافق تماما وتنسجم مع رؤانا وتثمن مدى الجسر الحرص المشترك والرغبة الحقيقية الصادقة في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مراتب أسمى وأكثر جدية وفاعلية واستجابة لمتطلبات الفترة التي نمر بها على الصعيد الثنائي والمنطقة بأسرها. وشكرا.